اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبند عنك به هذه الدرجة المجنونة والجوارح المسرورة والقبر كله يسبح ويمسي في سروره وبديا بقرب نور سراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل غابة يريش النطق بمسيح العبارات معلنة لجمال البشارة وما من حمل حملت بذلك العام إلا أنت في أقيام غلام من بركات وسعادة هذا الإيمان ولم تزل الأرض والسماوات متدفقة بعذر الفرح بمنادى يشرب البريات ومسيب العالم خبينا عالم النهور بعد الأكوية البطول والضوار بدر الله بالوجود بالجد الكريم وفسد بالعدم الكبير مائدة التشريق والتعليم ببراز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم فقيل قد ضعنا في هذا الحبيب أعددت السماوات والأرض نبا فيهن بالترحيم والطعن الجود الإلهي على أهل الوجود جسد ونفسنا الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا باقا كالنور وقد رحمه الله على من نسب الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند أدعي الأمة تأنيسا لجنب المسعود وبشارة لها بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فغمرت سرور كمال الانوار عن وجود وبرز الحامد المحفوظ وتعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Oh,
صلي وسلم وبارك على محمد ولقد وصف صلى الله عليه وسلم محاسن الاخلاق بما تطيب عن كتابته بطون الاوراق كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا وهو لو الى كلم الاخلاق سبقا واوصاه بالمؤمنين حلا ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتري على المعنى الجاز اذا جعل المسكين وجهه الجنه معدله وهو لم يشفق الرحم باليتيم والارمله ولم يعزه قد يخلق الهبه القويه التي ترتعد من الفرح سؤال يا من البريه وبالنشاط به تعطرت طرق المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جمع الصفات الكماليه ولو كان في خلق وخلق اشرف خصوصيه فما من خلق في الهيئه محمود الا ومدرق عن زين وجود اجمل خوف وصف الحبيب وشانه والهرعنا في مجده ومكانه اوصاف عز قد تعالى مجدها اغدت على نجمسها بعيانه وقد انبسط القلم في تدوين ما افاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكايته ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسب مني ان امسك عدة الاقلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل ختم كما يصل تقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ولما نظم الفكر من ضراري الاوصاف المحمديه الهدى توجهت الى الله وبسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيي فيه مشكورا فيه محمودا ويكتب عملي في الاعمال المقبوله وتكفي بالتوجه الخالص والسند الموصولا اللهم يا من بيد توجه الامام والدعوه الظاهره وعلى باب سديد حج الان ودشينا منه الذنوب الظاهره نتوجه اليك باشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبد المسافر العميد سيدنا محمد الذي عمت رسالته عميد ان تسمي وتسلم على تدبرك الكامله نستودع ايمانك وفي رسالتك من غايتك دعوتك الشامله انت الاكبر المحبوب لك الانوار الخاصه بشكل مغان في كل موطن مواد الكل قد يرقى سلم ذلك في عبادك مساقك وسيرشيد لانشرف جادك لان عبادك سيد الكونين واسرع بالشغلين واشرف الزمنين العبد المحبوب الخالص المخصوص من جميع جهه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ولحاضر ذكرامي من احبابي اللهم انا نقدم اليك يا هذا النبي الكريم ونوسل اليك بشرف المقام العظيم ان تلاقينا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تفضلنا في جميع تفضلنا بجميع ادوارنا وبلدنا بجميع دعايتك وسيد غايتك وان تمركنا بشرى بالقلب اليك والى هذا الحبيب غايه امالنا وان تتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا واعمالنا وتجعلنا يا الله في حضرتك
لهذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا يوم في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا يوم في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين فبدرك اتباعي من السالكين لحظك وعنك من المعدين ولعنك من الحامدين اللهم إنا لنا نعمل مدر خاصة ونذورنا وجنونا جميلة يا سنة إليك ولا نخيبنا آمنا بك برسولك من جاء بك الدين وذرجنا إليك مستشعين أن نقابل المذنب منا بالكفران والنسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا يوما ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظهر وعظم الكريم الشريف جدي أولادنا ووالدينا ونقدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد الدين القويم بجميع أرض المنشورة وعالم الإسلام والإيمان بهذه المعمورة معنى المنصورة واكشف بها من كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة النائمين انشر مداك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذ بتهيئة من عبدك نفس عن معاندين من المنافقين والكفار فاجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا بالحرص المكين من الذنوب والخطايا وادبنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين واذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا يا الله منك بخير اجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه اجمعين وصوما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بنفع القبول بحجتنا وحجتكم بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبكم بالحي القيوم الذي لا يموت
فيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مسجد هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق جميع من في هذا المجلس برزق حلالا واسعا مباركا كثيرا يا الله، من غير كعب ولا مشقه ولا سلحان يا رب لا اله الا فانصرنا يا الله يا رب لا اله الا فانصرنا يا الله يا رب لا اله الا فانصرنا يا الله من قوم الظالمين وقوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لك الحمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.